السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة عمل تشيك أو فحص للجهاز اللي الموبايل بتاعي عليه روت ولا ما عليهوش روت بأداة بسيطة جدا وصغيرة جدا، بتمكننا إن احنا نعرف عندنا روت على الجهاز ولا ما عندناش. كل اللي بنعمله بنروح على بلاي ستور، تمام، من جوجل بلاي، بنبحث عن كلمة روت تشيكر، تمام، نكتبها اهي ار او او تي سي اتش، بتجي لك حاجه تحت في الاختيارات روت شيكر، عامل الاولانيه اللي قدامنا دي اللي احنا شايفينها دي، نختارها وبنزل اداب كل سلام، عم بعمل لها تثبيت انستول على الجهاز عندي واكسب. بكده هيتم تثبيتها بكل سهوله على الجهاز، وبضغطه واحده هتقدر تعرف اذا كان الجهاز الموبايل عندك معمول له روت ولا مش معمول له، سواء انت بتشتري جهاز جديد ولا حتى عملت روت وعايز تتاكد ان هو تم بنجاح ولا لا. هنستنى البرنامج يتعمله داونلود وهنتابع مع بعض. تم تثبيت الاداه بنجاح، وكل اللي احنا هنعمله هنعمل اوبن للاداه عندنا كده، تمام، وبضغطه زر واحده اقول له اي اجري، تمام، جيت ستارت، اضغط على بيفري روت، تمام، دي كده سور روت از نوت بروبلي انستولد اون ذيس ديفايس، او بيقول لي الروت مش معمول على الديفايس عندك ده، وبيطلب مني تحديثات. هو كده عندي انا الديفايس عندي مفيش عليه اي روت، روت اكسس از نوت بروبلي انستولد اون ذيس ديفايس، معنى كده ان انا الجهاز بتاعي ده مش عليه روت. وده كان بكل سهوله ازاي تقدر تعرف جهازك عليه روت ولا لا. لو في استفسار اتمنى اشوفه في التعليقات، لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى تكون مشتركين معانا، وما تنساش تفعل الجرس، والسلام عليكم.